شلونكم؟ معكم مود عبدو في فيلم ميكينج ان 1 مينيت. سامحونا طولت عليكم كم سنة، بس بصراحة الظروف ما سمحت لي اعمل اي فيديو، غيرت شغلي واجاني ولد صار عمره سنتين. بابا نام بابا. ما علينا، اليوم بدي احكي عن الابيتشر اللي هي فتحة العدسة وعن انواع العدسات. خليكم معنا وبنبلش الدقيقة. شو هي فتحة العدسة وشو بتساعدنا بالتصوير؟ ابسط لكم اياها. شفتوا بقبق الانسان كيف بالشمس بصير صغير وبالليل بصير كبير؟ ليش؟ الاشياء اللي بتشوفها حواليك هي عبارة عن انعكاس الضوء داخل عينك، يعني لو ما في هذا الضوء ما بتشوف ولا اشي. وفتحة العدسة نفس البقبق، هو الشيء اللي بتحكم بدخول الضوء للعين او للسنسور تاع الكاميرا، تحديدا بتتحكم بكمية دخول الضوء. ففي وضع النهار لما يكون الضوء عالي ما بدك ضوء كتير يدخل، فعشان هيك بقبق العين، او خلينا نحكي عن فتحة العدسة، عشان هيك فتحة العدسة لازم تكون صغيرة بحيث انها تدخل كمية ضوء صغيرة لانه الضوء قوي. اما في الليل او في الاماكن المعتمة بدك تكون فتحة العدسة كبيرة عشان تدخل ضوء كافي على السنسور. طبعا العدسات انواع وكل عدسة لها ابيتشر معين او فتحة عدسة معينة، كل هذا بيكون مكتوب على العدسة. طبعا هدول بنسميهم اف ستوب، كل عدسة بيكون مكتوب عليها f1.8 f1.4 f2.8 f4. كل ما صغر هذا الرقم كل ما زادت فتحة العدسة، كل ما ارتفع الرقم كل ما صغرت فتحة العدسة. ببساطة 1.4 فتحة العدسة اكبر من f4. طبعا كل ما صغر الرقم اللي هو الاف ستوب كل ما غليت العدسه وكبر حجمها. ليش؟ بديش افوت بتفاصيل، بس لما تيجي تفكر فيها عشان تاخذ الدبث هذا او فتحه العدسه الكبيره بدك مجال اكبر عشان توزع العدسات وتزيد العدسات والازاز اللي فيها، عشان هيك بتكون سعرها اغلى وبتكون تكلفتها اعلى. وفي شغله مهمه بالعدسه اللي هي دبث الفيلد، هذا بيعتمد على فتحه العدسه، يعني اذا كانت الفتحه كبيره لنفرض 2.8 راح تعطيك دبث عالي زي الغباش اللي شايفينه بالخلفيه، ولو رفعناها على 7.1 بتلاحظوا الدبث انه قل. انتبهوا على السماعات والموبايل وشوفوا الفرق لما ترفعوا ل 22، تقريبا كل شيء بيصير واضح وما في دبث، وهذا الفرق بين فتحات العدسة الثلاث. سامحونا طولنا عليكم وتعدينا الدقيقة، بس الموضوع فيه كتير تفاصيل. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، لا تنسوا سبسكرايب ولايك وشير وادعمونا، وبدعمكم بنستمر. السلام عليكم.